كل صباح قمنا بالمراقبة الحالة الصحية ديال الأستاذ وحيد القرن كاملية. الحمد لله الحالة الصحية ديالها مزيانة، الفضل كيرجع للطبيب البيطري التقليل اللي كيقوموا بالعمل ديالهم. هاد الأنثى كيوصل تقريبا الوزن ديالها 4 طن، والسرعة ديالها كتقرب ل 50 كيلومتر في الساعة. ماشي سهل التعامل معها. من بعد التجربة ديال 5 سنين قدرنا أننا ناخذ واحد تاخذ فينا واحد الثقة هاد الأنثى، نقربوا لها ونشوفوا شنو عندها عن قرب. هي كتفضل انها تكون في الوحل بزاف، هذا كيحمي البشره ديالها من الشمس بحكم انها حيوان افريقي، وهذا كيحاكي الواقع ديالو في الحديقه. القرن من ضمن الحيوانات اللي كان اشتغل معاك ونقوم بالرعايه ديالها. عدد ديال الغزلان المهم والضباع وانواع ديال النعام اللي كتعيش في شمال افريقيا، هادو كاملين كيتواجدوا بالسافانا الافريقيه. لا فان ديال لا جورني ما يمكنليش نمشي الا ما طمأنيتش على الحاله الصحيه ديالهم ثلاثه، كاميليا وغزانه واليكس. هذا تيخليني نمشي مرتاح، ما نبقاش مديرونجي معاهم.